السلام عليكم الخوت، شو هاد الحيط تبارك الله كيدير؟ كله شقاقي، كله مرض، كله رطوبة، كله مشاكل. ما خليت ما درت ليه، ولكن الحل اخويا هو الزيرو. جيب الزيرو، جيب معاه السيمة، وكون شي معلم ناضي هو اللي غيقاد لك هادشي كامل. ما يخليش عندك المشاكل. شي معلم بحال هذا، هو شي معلم بحال هذا، وبدا خدام كيحرش لك في الحيط. بدي يعطيها الزيرو الزيرو، ما كاين لا صباغه لا مرطوب لا حتى شي حاجه، كيبيكي الحيط وكيبدا على الزيرو. شي معلم بحال هذا يكون ناضي كيف ما سبق ليا قلت، كتهنى من هذيك المشاكل كامله والحياه السعيده، والله يسهل الجميع. شو اخويا الحيط كيفاش كيولي ملي كيسالي؟ كيبقى بحال ما هكا، بغيتي تصبغو صبغو، ما بغيتيش كتخليه بحال ما هكا. وانا من نظري احسن خليه بحال ما هكا، ديكور زوين، كتهنى، ما كاين لا شقوق، ما كاين لا رطوبه، لا عاوتاني بيكي الحيط، لا حتى شي حاجه، كتبقى مهاني بحال ما هكا. الحيط كيتشارج مزيان وكيجمع روحو، كيبقى شاد مع بعضياتو، وكتهنى منه بزاف الامور، بزاف 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 الامور. هانتوما كيفاش كيجي؟ تبارك الله، راه تبارك الله، حتى الخدمه ديال المعلم كاينه، موجوده، حاضره وناظره. الله يسهل الجميع، وشكرا. السلام عليكم. Gracias.